بالطريق للطفيلة عن طريق البحر الميت مروراً بالأغوار، غور حديثة، غور فيفا وغور الصافي. والسبب سمعت عن مطل قالوا لي كتير حلو وبستاهل المشوار، اشربي شاي واستمتع بالمناظر، والأهم اسمعي قصة المكان. قصة رجال عنده 7 أولاد، 5 منهم عاطلين عن العمل، فقرر يعمل مشروع عائلي صغير بيقدم القهوة والشاي على الطريق، المهم يشتغلوا الأولاد وما يحتاجوا حدا. طريق الطفيلة من البحر الميت أحلى من الصحراوي وبتسلي أكتر. بأول الطريق البحر الميت على يمينك مسافات، بعدين بتبلش تدخل لمناطق الأغوار وكلها مزارع ومحاصيل زراعية موسمية بتنباع على أطراف الطريق لحتى توصل أول طريق الطفيلة. هون منبلش نطلع بين هاي الجبال ومنوصل المطل في آخر الطريق. الموقع استراتيجي، الكراسي كلها مطلة على جبال الطفيلة والبحر الميت. خلينا نسمع من أبو معن قصة المكان. والله نحن هذا الشارع رابط الطفيلة في الغور، الطريق هاي معتادينها سواح وعرب، منشآت، مصانع، موظفين، شارع حيوي. الفكرة اللي خلتني أعمل هذا المشروع أولادي عطلين على العمل. 7 هم عددهم، وفي منهم 2 صغار، 5 كبار بدون عمل. كيف خطرت لك الفكرة يعني والله بدي أفتح قهوة؟ والله كان في واحد منهم، أول واحد اشتغل في قهوة عند واحد، والشاب غير متفرغ، فقال لي أنا ناوي أبيعها. كانت مش بالشكل هذا، كانت عبارة عن غرفة فقط لا غير. اشتريتها بثمن، حطيت أولادي فيها، أول واحد، ثاني واحد، ثالث واحد، لغاية 4 صاروا 5، وأمورها سالكة والحمد لله وما شاء الله عليها. سواح أكثر طبعاً اللي بيجوا هنا، سواح نازلين طالعين. السواح اللي بيجوا كانوا لغاية شهر 5 تقريبا، لنص 5 كان في وجود سواح، خفوا شوية. يعني هلا انت اعتمادك على السياحة المحلية؟ اسمها السياحة المحلية. والوضع منيح؟ والله ما شاء الله عليك، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. يعني لما بيجي الأجنبي، يعني هو احنا اولاد البلد، لما قعدت هيك دخلت طلعت على المنظر، نعم، عملت هيك، نعم. الأجنبي لما يجي يقعد ويشوف المنظر، يا سلام. انا واحد معتاد على القهوة مع جروبات أجانب، قال لي ما بروحوا بودونا على الديسة وعلى منطقة رم، قلت قال قسما بالله العظيم من بداية المعمورة لغاية الطفيلة تضاريس المنطقة خلقة ربانية، أنا شايف أفضل من المنطقة هذيك. بس يعني كمان فيها هواء، انت شايف الهواء يعني حنطيرة أبعد شوي. والأجانب اللي بيجوا هنا معتادين، هم بهمهم الشمس طبعا، الظهيرة بيكونوا هنا جايين ما بقعد في الظل، بقعد بالشمس هنا، ما بالشمس هنا، تعامل أعداد هيك. نعم. تعال قوم نشوفهم القعدات. المطل بيرتفع حوالي 450 متر عن سطح البحر. الارتفاعات في الطفيلة بتتفاوت من 450 وبتوصل لغاية 1140، والطفيلة من أكثر المدن الأردنية ارتفاعاً عن سطح البحر. فكرة القهوة على الطريق حلوة كتير، وياريت منكتر منها على طرقنا الخارجية، خصوصاً إنه إحنا منفتقد لأماكن نظيفة بتقدم خدمات. وكمان بتقعد بترتاح، تشرب شي وبتدفع الشي القليل وبتكمل طريقك، وبتكون ساعدت أسرة في تحسين مستوى دخلها مقابل خدمة أنت بحاجة إلها. أبو معن محاط بأولادك. الله يخلي لك إياهم. الله يعزك ويبارك. وهيهم هن اللي شايلين القهوة. طبعاً. هم اللي شايلينها. والله هم اللي شايلين. مين فكرة مين من أولادك؟ والله فكرة الشاب هذا إنجليزياته حلوة. أيوة. رغم أنه الأول ثانوي، وتعامله معهم كويس جداً. هذا إداري. هذا بدوش يطلع الكاميرا. هذا إداري 100%، إذا بحط شغلة بده يكون في محلها، يعني عبارة عن مهندس مشروع، يعني مشروع أموره تمام. طب بهيك بصراحة، يعني هذا المشروع هذا جايب، يعني بقوله جايب حقه تعبه؟ إذا بدك تفوت على موضوع إنه سالفة بجيب أو ما بجيب، بنرضى في الموجود، في مصاريف، مغطي مصاريفكم، مغطي مصاريفكم كلكم. والله أكيد. نعم. فرصة كمان نخدم الشارع،
أي احتياجات المواطن سائح أردني عربي عم منه كل احتياجاته. الأجنبي فهمنا، الأردني شو احتياجاته هون؟ احتياجاته هون مثلاً سيارة معطلة، خربت سيارته مقا عندنا نظام موتور هواء، زود لهم هواء اللي بده، أخي بيشتغل شوية شغلات كهرباء، مي موجود، وإذا بده يبات اللي بده إياه 100 مليون سعر. أيوه أنا عادة غير شكل، طيب البيت شعر كل شيء جاهز. كمان للسياح برضو نتعلم لغات، نزيد الثقافة شوي. طيب ممتاز ممتاز الحمد لله. بالشتاء شو راح تعمله؟ بالشتاء بكون أفضل كتير. لا بتمزح؟ والله. ليه؟ الشتوية هذا منفس الشرح، هذا للغور، هذا منفس للطفيلة كامل، بنركب صوبة حطب. أيوة فينا السنة هاي كاملة من أول الشتوية وإحنا بنولع نار ومبيت ومنحرق السجاد. شو المشكلة يعني بهذا؟ جمرة طارت بنسكروا على جميع اتجاهات. انتوا فاتحين سمعت 24 ساعة؟ 24 ساعة يا سلام. 24 ساعة للأجانب ولا العرب؟ التعامل معهم هو أحلى إشي، لما تكونوا إخوان كل واحد داوم 8 ساعات خلاص. برافو. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شاي بالقطر ولا قطر بالشاي؟ أجي ضيف. هات الشباب. والله أنا صرت ناخذ شاي وهم بيتفرجوا مو صح. هات وزع شاي للزلمة. هلا بشربهم. بتمسخونا بكرة في عمان يقولوا هذول الطفايل يروحنا عليهم ما اسمه شاي ولا شيء. لا لا. قول لي يا سعد. هاي القهوة أقصى طموحك هسا؟ أقصى طموحي. اليوم تعرف على ناس جديدة، بتشوف أشكال جديدة، وجوه جديدة. والإخوان كمان. بعاونه في الشغل وما بحسسوك حتى لو كان الشغل متعب. بهون مع الاخوان لما تشتغل مع اخوان. ما فيش ظلم. اكيد. يعني انتم قصه نجاح الصراحه. وهذا هو اللي جابنا. اهم شيء زبون يطلع عندي مبسوط يعني. مبسوط والحمد لله. سواء كان عربي او اجنبي. انا اللي بدي اشوف هالمنظر هذا والوجوه الحلوه هاي الطيبه. قصه عشق يعني صارت. وان شاء الله يعني صار لك 7 أشهر. بدايه خير. بدايه خير وان شاء الله انها تستمر ولا ندعي من الله. كمل مسيرة النجاح. أكيد أكيد. نعم. ويعطيكم ألف عافية. الله يعطيك طول عمرك. بارك فيك. تخيلوا معي تصحى وتنام على هيك منظر. والله فكرة. رح أرجع أجيب الخيمة أو بنام ببيت الشعر. المهم كاسة الشاي ومنظر الغروب. وإذا محظوظة بتكون الغيوم بين هاي الجبال تحتنا. وإنتوا كمان شو بتستنوا؟ يلا. يلا تعالوا صدقوني المشوار بيستاهل. سلام.